بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كنقدم لكم راسي عبد الحميد ديان، ولدت مدينة تمارا، سن 23 سنة، حاصل على دبلوم في الهندسة الطوبوغرافية، تقني متخصص في الهندسة الطوبوغرافية، والآن كنوجد الإجازة. صراحة الصعوبات اللي كتكون هي في المواد ديال الصباغه، حيت كيكونوا الاغلبيه ديالهم كيكون ثمن اللي غالي شويه، ما كاينش داك المدخول لانه يسمح لي انه ناخذ كاع الاحتياجات ديالي. والصعوبات الثاني صراحه هو انه ملي كتعطي وقتك في شي رسمه ما كتلقاش واحد الترحاب من الناس اللي كيشوفوها. صراحه ما كنتش كنتاثر بوالو، يعني كنت كندير الرسم منفد، كناخذ فيه وقتي، كنخرج فيه داكشي الطاقات اللي عندي، هادشي اللي كاين. صراحه كل لوحه عندها رساله كتعبر على المزاج اللي كان فيه ديك اللحظه، والاغلبيه كتكون توعويه. أكثر الحوايج الطبيعة، كل حاجة كتقيس لي سونشين. صراحة كنرتاح أنا بزاف في الرسم على سترات جينز وعلى الأحذية وصافي، هادشي اللي كاين. بالنسبة لي على الأساس ديالو هو أنه ناشج عن الحالة الإبداعية، حيث واخا أنه كتلعب دور كبير أنه إلا قرأ عليه وعطى فيه وقت وكذا، ولكن كيبقى داك العطاء ديالو محدود، حيت مكيكونش عنده واحد الإبداع. صرا هاد اللوحات درناهم تكريما للملوك اللي قاموا بخطاب أجدير، والفكرة كانت ديال الجمعية، الفكرة ديال الجمعية مغاربة بلا حدود اللي أنا منخرط فيها. أولا كاين هاد اللوحة ديال المغفور له محمد الخامس أثناء الخطاب ديالو في أجدير سنة 1956، واللي ورايا هي ديال جلالة الملك محمد السادس أثناء الخطاب ديالو في سنة 2001 منطقة أجدير. ولا داعي أنه نذكرو الاسم ديال هاد اللوحة هادي ديال الحسن الثاني المغفور له، اللي بطبيعة الحال ضروري خاص تكون في أي موقف. صراحة التجربة زوينة بزاف، خصوصا انه كنشوف واحد المجهود من الاعضاء ديال مغاربة بلا حدود، لواحد المجهود الجبار اللي عاطين وقتهم بزاف باش انه يوصلوا لدوك الناس اللي تما، يوصلوا لهم الحاجيات. حنا غنقدموا لهم واحد البصمة ديال الجداريات واللي غادي تكون في المستوى ان شاء الله ان شاء الله. وكاين مشروع ثاني اللي هو الاولى من نوعها، واحد الفكره ديال الرسم ديال خريطه ديال المغرب بالقرب من المنطقه اللي لقى فيها المغفور له محمد الخامس الخطاب ديالو سنه 1956، وهذه الفكره من الاعضاء ديال جمعيه ديال المغاربه بلا حدود، ان شاء الله غتكون الاولى من نوعها. وفي الاخير كنبغي نشكر نيوز بلوس على هذه الاستضافه اللي كتلتفت لهذا الشباب الموهوب، وكنبغي نوجه رساله للفعاليات السياسيه باش تدعم الفنانين الهواة، لاننا عندنا بزاف ما نعطي، وكاين هناك العديد من المشاريع ان شاء الله اللي منهم لوحات وجداريات،
وفي الاخير كنبغي نقول للناس اللي بغاو يزيدوا يتعرفوا عليا واللي بغاو يعرفوا الاعمال الفنيه ديالي يدخلوا الانستغرام ديالي عبد الحميد ديان. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.